مصر تستضيف اجتماعا وزاريا لأربع دول أوروبية الأربعاء المقبل لبحث تطورات المشهد الليبي. شكري يوقع بالرياض على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. والجيش الليبي يعلن سيطرته على ميناء سرت. الخامسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تستضيف مصر الأربعاء المقبل اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، ويبحث الاجتماع مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، فضلا عن سبل التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة أيضا إلى التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وخلال الاجتماع وقع وزير الخارجية ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. في ليبيا أعلن الجيش الليبي سيطرته على ميناء سرت وقاعدة القرضبية الجوية القريبة من سرت، وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة الليبية نجحت في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو، وأضافت أن القوات المسلحة دخلت منطقة بوهادي وسط ترحيب كبير من الأهالي. أعلنت الحكومة البريطانية عدم وجود أي نية لديها لفرض عقوبات على العراق، وحثت الحكومة البريطانية العراق على ضرورة ضمان إمكانية مواصلة التحالف عمله الحيوي. اعتقلت القوات التركية 21 شخصا مشتبها بهم وإحالتهم إلى المحكمة بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين المعارض فتح الله جولان، وتواصل السلطات التركية أعمال القمع والاعتقالات العشوائية منذ محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو لعام 2016. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.